مين رح ينضم لمحمد وهايدي ومروان ويشاركون اللحظات الأخيرة بالأكاديمية ويتنافس معهم على اللقب؟ طالب من بين نسيم وحنان رح يترك المنافسة الليلة، حامل معه نجاح كبير، محبة جمهور كبيرة وخبرة أكبر. الكل على أعصابهم الليلة. نسيم بيستاهل وحنان بتستاهل بشهادة الجمهور والأساتذة وكل يلي تابعوا ستار أكاديمي من أولى حلقاته. نسيم وحنان عاشوا سوا 24/24، غنوا سوا وتشاركوا الحلم نفسه وتطوروا. واحد منهم رح يغادر المنافسة، لكن رح يغادرها ربحان وينضم لزملائه بالأكاديمية. مين منهم نال أعلى نسبة من التصويت؟ بعد شوي رح نعرف، بس يلي منعرفه ومتأكدين منه إنه أكيد في جمهور كتير كبير صوت لنسيم، وأكيد كمان إنه في جمهور كتير كبير صوت لحنان. النتيجة لصالح مين رح تكون؟ أنا لهلأ ما بعرف. أنتم مشاهدينا الليلة وكل ليلة كنتوا الحكم، أنتم مشاهدينا ببيوتكم قررتوا وصوتوا وساعدتوا واحد منهم. لو شو ما كانت النتيجة، نحن مطمنين إنه نسيم وحنان رح يحملوا زواد كبيرة معهم من ستار أكاديمي. طولت؟ نسيم برأيه أنا طولت الليلة. خبرة أسابيع بتختصر سنوات من الجهد والتعب. نسيم good luck، حنان good luck. وصولوا الاثنين لهالمرحلة من البرنامج هو ربح بحد ذاته. أربعة من الطلاب الأسبوع المقبل رح يتنافسوا على الجائزة الكبرى وهي لقب ستار أكاديمي. فمين من بين نسيم وحنان رح ينضم لهايدي، محمد ومروان؟ الليلة الجمهور قال كلمته والنتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. بوعدك نسيم، بين تكي والتاني هلا بدنا نطلعها هلا. مين رح يتابع؟ عم تطلع النتيجة على الشاشة. مين وصل للفاينلز؟ منقول مبروك لنسيم من تونس. ألف مبروك لك نسيم من تونس، وحظ موفق لحنان من المغرب. بدي الفت انتباهكم مشاهدينا انه فيكم من هالاثناء تبلشوا تصوتوا لهايدي من مصر على الرقم 1، ومروان من لبنان على الرقم 2، ومحمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. أربع طلاب انضموا لسباق اللقب وجائزة ال 100,000 دولار تقدمة تويوتا ايجيبت. حلقة النصف نهائيات انتهت، بندعيكم تتابعونا بالحلقة الأخيرة لهالموسم. Good night.